حديث صحيحين الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوم يذكرون الله قالوا هلموا إلى طلبتكم، هذا الشيء الذي تطلبونه وتبحثون عنه هاهما، فيأتونهم فيحفونهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا، فيسألهم ربهم، يسأل الله تعالى الملائكة وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ فتقول الملائكة: يا رب، إنهم يسبحونك ويمجدونك ويكبرونك ويعظمونك. فيقول الرب سبحانه: وهل رأوني؟ فتقول الملائكة: لا والله يا رب ما رأوك. فيقول الله سبحانه: فكيف ولو رأوني؟ فتقول الملائكة: يا رب، لو رأوك لكانوا أشد لك تعظيما وأكثر لك تسبيحا وأكثر لك عبادة. فيقول الرب سبحانه: فماذا يسألون؟ فتقول الملائكة: يسألون جنتك. فيقول الرب سبحانه: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول سبحانه: فكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: والله يا رب، لو رأوها لكانوا أشد لها رغبة. فيقول الرب سبحانه: ومما يتعوذون؟ فقد تقول الملائكة: يتعوذون من النار. فيقول الرب سبحانه: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول الله سبحانه: وكيف بهم لو رأوها؟ فتقول الملائكة: يا ربي، والله لو رأوها لكانوا أشد منها مخافة وأعظم منها هربا. فيقول الرب سبحانه: فإني أشهدكم أني قد غفرت له، فإني أشهدكم أني قد غفرت له. فيقول ملك من الملائكة: أي ربي، فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، ما تذكر هو ولا تحمد ولا تستغفر ولا تسأل الجنة ولا يستعيذ من النار، جل شي غرض. فيقول الرب سبحانه: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فيقول الرب سبحانه: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.